جي الدفاع المدني شباب الدفاع المدني بعد الدفاع المدني يا شباب في كثير خلوا يلا شيخ يلا الله هذا هو لاعب تضربنا هذا صرخ ضرب هاي المظلة هذا هو الله كده بنحره كده بنحره كده بنحره إن شاء الله قول له يا خنزير تعمل هيك يا خنزير هاي المظلة تعال يا شباب سليمة الحمد لله سليمة لاقيها في ولاده وجاه الحبيب محمد. الزبالة يا باب تعب سنين كاملة يا رجل تعب سنين كاملة تفرج بيوت كاملة عارة. ايش ذنب العالم؟ الذنب الاطفال اللي طالعتها من تحت الانقاض. عمر 3 شهور وشهرين واربع شهور وخمس شهور كلها تصوبت، الذنب. ان شاء الله يلاقيها في نفسه، ان شاء الله الله ببعث له مثل الله ما يبعث له لا الكفار لا شارون الله أكبر حموريا صباح اليوم الله أكبر Thank you.
طيران، الطيران الحربي على مدينة الرصة. الله أكبر، الله أكبر. قصد الطيران الحربي على مدينة الرصة، الله أكبر. الله أكبر، 23/7/2016، الله أكبر. محل ما كنت؟ الله أكبر، آثار البراميل المتفجرة على مدينة بصرة الشام. ضربت 4 غارات وكان البيت مهجور الحمد لله، ما صار شيء والحمد لله. يعني كان في هون مدرسة، مستقبل مدرسة، تفرج مثل ما هيك شايف. مدرسة كلها أطفال هون، يعني كلها أطفال مدنية، ما في لا جيش حلو ولا شيء، كله مدنية. 4 غارات من الصبح لهلا، يعني الحمد لله البيت مهجور والإصابات مثل ما هيك شايف. تفرج ما في، يعني 9 جرحى والجرحى 9 شهداء، ما في الحمد لله رب العالمين. كنت حاضر عندما غارت طيران عصابة بشار الأسد وأعوانه على هذه البلدة الآمنة، والذي مكتظة بالنازحين. تعرضت هذه البلدة إلى 4 غارات، لقد تعرض منها الشجر، لم يسلم منها لا البشر ولا الحجر ولا حتى الشجر. منشرت حجر كذا، حتى منشرت صناعية نحن الدفاع المدني المركز 112 في حماة، قمنا بالاستجابة لجميع الضربات التي استهدفت قرية الحواش من قبل الطيران الحربي والمروحي على هذه القرية. الهدوء على وبعد هدوء القصف على هذه القرية، قمنا بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات ومساعدة الأهالي على استخراج أساس منازلهم من قبل هذا من تحت الأنقاض. نحن في قرية الحواش جراء الهجمة الشرسة الذي شنها النظام على هذه القرية، ما خلف دمارا واسعا في هذه المنازل ونزوح بعض الأهالي من هذه القرية. نشكر مركز الدفاع المدني لاستجابة النداء لهذه القرية ومساعدة الأهالي في استخراج ما تبقى من أساس بيتهم، ولهم جزيل الشكر. ريف حماة الغربية، قرية الحواش، دمار كبير وهائل في منازل المدنيين بعد الحملة الشرسة التي شنها النظام السوري والطيران الحربي الروسي على هذه القرية، حيث تم استهداف هذه القرية بعشرات الغارات وعشرات البراميل من الطيران المروحي والطيران الحربي، بالإضافة إلى الغارات التي شنها الطيران الاحتلال الروسي والتي أدت إلى دمار كبير في منازل المدنيين وخلف عدد كبير من الجرحى والشهداء في هذه القرية،
ونزوح شبه كامل لأهالي قرية الحواش جراء هذه الحملة الشرسة التي شنتها قوات النظام والتي لا تزال إلى الآن تستهدف هذه القرية بالقذائف من الحواجز القريبة من القرية والمتمركزة في القرى الموالية لقوات النظام بالإضافة للغارات التي يشنها الطيران الحربي والطيران المروحي على قرية الحواش. وضع مأساوي على الأخير، وضع بيوت تهدمت، ملابس ما تم، أكل ما تم، بيوت يتأول واحد فيها ما تم، حريم تشردت، أولاد ماتت، زلم تحت الأنقاض، أشلاء بالأرض. بدنا سكن، في بيوت مسكرة، ليش مسكرينا؟ هالبيوت المسكرة هلا في هاي العالم وين تنام؟ هلا بالجامع قضينا هالليلة كلها هي بالجامع والنسوان واولاد فوق بعضنا البعض. هالمطارح كنا نلجأ لها. كليتها هون بيوت سكنية عبارة عن طابق. يعني ما بتحمي من شيء، لا في ملجأ، لا في أبوك. ما في أبدا، ما في عنا أي شيء. لا عم بحسن نشتغل. لا غير نطلع على شغلنا. لا شغل. لا شغل. ولا بيوت تمت، ولا ملاجئ فيه، ولا قصف مستمر. لك ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء، لا في رحمه بنوب. طيب البيوت اللي كنا نتأول فيها تفضل، الجامع اللي بدنا اللي عم نقعد فيه صرنا امبارح واليوم شعو يعني رح يسع رح يعني بيت هذا رح نتمنى عايشين فيه كل العمر. القصف كله على المدنيه، القصف علينا وبس. طيب بس لو تحكي لنا اليوم كيف كان اليوم اليوم مثل امبارح واشد خوف. نحن قلنا الله، بس في ولد، في مرأة، في كبير، في حرمة، يعني القصف مستمر على القصف ما عاد وقف. بدنا نطلع على شغلنا ما حاسين. برعب صغير، برعب لك الحرمة، برعب كلياتنا عايشين بحالة رعب. نحن قلنا الله، بس في طفل، في امرأة، في يتيم، في كبير، في عالم راحت اجريها، عالم راحت ايديها، عالم ما بنلاقي بيوتها تاكل. لك بدنا الامان، بدنا الامان، بس نحن هذا بنطلب من الله الامان بس. اجت الطياره ما لقينا حل الا ما حدا واعي على حدا. قصر فوق منا، فوق البيوت، فوق الاهالي، فوق الربق، فوق الاواعي، فوق كلتنا. شيء جرح، شيء موت، شيء تحت الردم، شيء تحت السقف، شيء صاحبنا الميتين من تحت الشهداء من تحت الردم. وهلا كل واحد راح مطرحه وعم ندور على قرايبنا وعم ندور على اهالينا وعم ندور وعم نحمل الاواعي اللي بدنا ناخذها لطب الاواعي تبعنا. مطرح اللي بنلاقي سكن عند قرايبنا عند مطرح فاضي بنروح نسكن. طيب هلا في يعني انت مأمن سكن؟ ما مأمن شيء ولا ما حدا مأمننا يعني غير الله. الله اكبر. يعني وين ما لقينا سكن بدنا نروح عليه. يعني ما في سيارات طلعت تحت الردم. تقريبا انت وعائلتك كم شخص؟ نحن 12 اشخاص. نحن في اربع عيال ساكنين بالبناية، وانا خمس عيال. البناية كلها راحت، طابقين راحت البناية، كل اواعينا وكل سياراتنا، سياراتنا كلها تحت الردم لساتها. يعني ما بينك تحت الردم، تحت السوق السيارات. بيجوا سكودا وبيجوا ثانية، وكل الاواعي وكل بيوتنا راحت، وكل يعني لا حول ولا قوة الا بالله.
طبعا احنا عم نجي امتحاناتنا في الغوطة الشرقية بالفترة التي كنا نتعرض فيها للضغط من قبل النظام، وحاول النظام أكثر مرة من منعنا من التقديم، فلله الحمد بدأ نحن الآن إلى العام الرابع تقريبا عم نقدم امتحاناتنا ضمن الغوطة الشرقية. طبعا امتحاناتنا هي امتحانات ثورية قامت بظل هذه الثورة المباركة، ونرجو من الله أنه تنجح هذه الثورة وتأخذ امتحاناتنا المعيارية الحقيقية الدولية ويعترف عليها دوليا بإذن الله تعالى. نحن اليوم في عم نقدم مادة اللغة الأجنبية بالنسبة لطلاب صف التاسع ومادة التاريخ بالنسبة لطلاب البكالوريات. طبعا نحن بالنسبة للمعايير وفق معايير اليونسكو التي وضعتها اليونسكو بالنسبة لامتحان الشهادات العامة من حيث الأسئلة شمولية للمناهج، من حيث آلية وضع الأسئلة، من حيث الرقابة والمراقبة، كل قاعة فيها مراقبين كما لاحظتوا أثناء جولتكم أنتم على القاعة الامتحانية. أيضا بوفق ما رسمت من أنظمة وقوانين كانت الامتحانات تقوم بهذه الآلية تماما، فامتحاناتنا كانت شاملة إضافة إلى الدقة في المراقبة، منع أي عملية تسرب أو غش للامتحانات. تحضر الأسئلة من قبل بيوم، من ليلة الامتحان تجهز في الصباح الباكر قبل بدء الامتحانات بحوالي ساعة، تكون الأسئلة جاهزة وموزعة على القاعات وعلى المراكز الامتحانية. مع بدء الامتحان يقوم الأشخاص الرئيس المركز بفتح أسئلة الامتحانات أوراق الامتحانات في قاعة من القاعات، ويقوم بتوزيعها على القاعات بشكل القانوني بشكل النظامي بحضور رؤساء القاعات. يعني الأسئلة تصل مختومة يفتح أمام الطلاب اليوم كيف الأسئلة مختومة وغير مسربة، وتوزع بشكل النظامي على القاعات. تقريبا عندنا ما يقارب 2500-2600 طالب تاسع تقريبا. ما لاحظنا مثلا الفوضوية أو لاحظنا أنه الاستهتار أو كذا، بالعكس كان في جدية كبيرة جدا عند الطلاب، وله هدف. الطالب هدفه أن يحصل على شهادة ويتابع دراسة بالنسبة للصف التاسع، بالنسبة للصف البكالوريا له هدف يدرس بالمعهد المتوسطة، يدرس بالجامعة، يتابع عمله ما بعد البكالوريا. لاحظت كمان في نسبة لا بأس فيها من الأحرار اللي هن حاولوا يستدركوا النقص اللي مر عليهم في الأيام الماضية، فهذا دل على أنه هناك في مصداقية في العمل ومصداقية عند الطالب نفسه أنه اقتنع الآن لابد من وجود شهادة يحملها ويمشي فيها بشكلها الصحيح. بالنسبة للشهادة نتكلم عن الأستاذ، ما عم يكون في تخوف عن بعض الطلاب من مسألة الاعتراف بالشهادة؟ طبعا تخوف ما بس عند الطالب، تخوف عند الجميع. طبعا نحن نشكر وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لتأمين الاعتراف الدولي لهذه الشهادة. الحقيقة نحن السنة الماضية كان الله أكرمنا، نحن هون في ريف دمشق كان عندي الأولي على مستوى المناطق المحررة بسوريا بالعلمي وبالأدبي وبالتجاري. نحن عندنا ثلاث فروع بالنسبة للبكالوريا، أدبي وعلمي وتجاري، والله أكرمنا بالثلاثة سوا من الغوطة، كانوا من هون وكانوا الأوائل. العلمي جاب العلامة التامة، الأدبي نقصوا علامتين أو ثلاث علامات، التجاري نقصوا علامتين أو ثلاث علامات عن العلامة التامة، لكن كانوا الأوائل على مستوى المناطق المحررة. وهذا يعني بفضل أولا جهد الطالب اللي هو بذله وتعب وشقي وتعذب خلال العام رغم المعاناة اللي عم نعانيها من نقص الكهرباء، من نقص الأغذية. في العام الماضي كان في حصار شديد وخانق، قلة الغذاء، وأنتم أدرك هالموضوع هذا. رغم هذه الظروف السيئة التي نعيشها ورغم الحصار ورغم الوضع الأمني السيء جدا، كان الطلاب يدرسون بكل جد واجتهاد حتى حصلوا على هذه المرتبة. فنأمل أنه كمان العام هذا ننافس الباقي المحافظات في المناطق المحررة وتكون الأوائل كلها من عنا إن شاء الله. أجواء الامتحانات عندنا طلاب البكالوريا وطلاب التاسع موجودين الآن بريف حماة، أغلبهم عم يقدموا بمراكز موجودة في ريف إدلب الجنوبي، والسبب طبعا نتيجة الأوضاع الراهنة في ريف حماة. في عندنا مركز واحد بريف حماة الغربي اللي هو في سهل الغاب،
وفي عندنا ثلاث مراكز موجودة شرق الطريق يعني، وباقي المراكز أغلبها موجودة في ريف إدلب الجنوبي. والطلاب مثل ما عم نشوف نحن عم يجوا مسافات بعيدة كثير لحتى وصلوا للمركز. طبعا كل هالشيء نتيجة الأوضاع الراهنة الآن. هلأ نحن معروف بالنسبة أن طلابنا بالأماكن المحررة في الغالبية أو الأغلب يعني ما خضعوا لتدريس أو شيء أو مدارس، طبعا نتيجة ضعف إمكانية الموجودة هون بالمناطق اللي عندنا أنه فتح مدارس، أنه مدرسين، أنه كذا من إلى آخره. فالطلاب أغلبها يعني عم تتبع دورات خاصة هي عم تقوم فيها، أو في منا عم يجي يقدموا حر يعني بدون أي دورات ودون أي شيء، فعم تلاقي شوي صعوبة بالمنهاج أو بالأسئلة يعني. هلق نحن كمراقبين يعني الصعوبات الوحيدة هي التنقل بعيد يعني في مسافات بعيدة. أما كطلاب ذكرت بالسابق أنه الصعوبات هي في المنهاج نتيجة عدم تدريس المنهاج الطالب يعني، فعم يلاقي فيها صعوبات. هذا حاليا نحن اليوم قدمنا المادة الخامسة من فحص الشهادة السنوية. كان اليوم عندنا مادة اللغة الإنجليزية. المراقبين الله يعطيهم العافية أعطونا الحق يعني أنه كطالب دارس وكطالب ما ندارس أنه يميزوهن عن بعض. والأسئلة كانت شوي صعبة، ولكن الحمد لله رب العالمين هون علينا وتجاوزنا العواقب الحمد لله. هلق هو أكيد وضع طلاب حماة بيختلف عن جميع باقي الطلاب، كونه نحن مناطقنا يعني أنا من بلدة كرناز من ريف حماة الشمالي، كونه نحن بلادنا وأراضينا قريبة عن النظام، وما بنحسن نفتح مدارس بأراضينا ولا بنحسن نروح ندرس عند النظام، لأنه النظام وخاصة بسن 18 فما فوق يعني أغلبها اعتقالات من أجل يعني اعتقالات على السجن أو على الخدمة أو يعني إنه نصف الطيران للمدارس عندنا بالمناطق المحررة، وظلم النظام للطلاب كونه في جو الامتحانات أيضا. فنحن يعني طلاب حما إنه وضع خاص لأنه عم نواجه صعوبات كتير من أجل تحرير أراضينا، ومن أجل بنلاقي يعني إنه الثورة تقريبا 75% معتمدة على الشباب، كونه في قسم عم يقاتل على الجبهات، في قسم ترك ليعين أهله، في قسم عم يكفي دراسة ولكن بصعوبة جدا، وفي قسم طلع برا البلد. احنا جينا الدواء من الشام، شو ما يوصل على درعا، يوصل لعندينا الا يعني غالي جدا باسعار بعضها، وكله يحسبون علينا بالدولار، واحنا بيع بضاعتنا كله بالسوري، يعني وقت يجي الفلاح ودي يبيع بضاعته ويبيع بالعمله السوريه وبالكب، يعني وضع سيء جدا. والله السنه الماضيه خسرنا 5 مليون، زرعين 150 دلم بندوره خسرنا 5 مليون. المازوت غالي، قاعد نشتريه من يجينا من غاز غالي جدا كمان، يعني هسه صار المازوت 250 ليره، قاعد نشتريه 260 ليره، يعني اليوم انا عم اسقي عم يكلفني 25000 ليره سوري اليوم هذا 100 لتر المازوت. شو عند هالشكفه هذه وهالشكفه هذه 100 لتر المازوت، يعني اليوم 25000 كل بالاسبوع مرتين، ودي 50000 بالاسبوع مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الكريم، نحن في المناطق المحررة الحقيقة عم نعاني من مشاكل كبيرة بتأمين المواد الغذائية وغلاء المواد التموينية اللي عم تاخذها المواطن. فنحن بالمناطق المحررة في عنا طريقين لتغذية هذه المناطق بالمواد الأولية ومواد التموينية والمواد الرئيسية للمواطن. فالطريق الأول هو الطريق اللي عم يجي عن طريق النظام، والحقيقة عم بصير مشاكل كبيرة بسبب كثافة الحواجز الأمنية المتواجدة على هذا الطريق، وعلى الأغلب الحواجز الأمنية يعني عم بتكون عائق لوصول أغلب المواد التموينية والرئيسية للمواطنين في المناطق المحررة. والطريق الثاني هو طريق تركيا، وطريق تركيا أحيان وقت عم بيسكر طريق تركيا عم بيسكر المعابر، أيضا عم نواجه مشاكل كبيرة، لأنه الحقيقة يعني تركيا عم بصير معبر بين دولة ودولة، يعني شيء طبيعي أحيان وقت اللي بصير مشاكل فجباري بده يصير بعض المشاكل وبعض الصعوبة بتأمين المواد الغذائية لهي المناطق. ونحن يعني بالدرجة الأولى الحقيقة من عيني من مشكلة اللي هي مشكلة وقت عم ينقطع طريق المازوت. وقت ينقطع طريق المازوت عم بصير يعني الحقيقة في المناطق المحررة عم بصير أزمة كبيرة على المواد الغذائية ومواد تموينية، وعم بصير خلل كبير في تأمين هاي المواد. يعني غلاء المازوت عم يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير، غلاء المازوت، لأنه التاجر الحقيقة التاجر عم ياخو بالإضافة لأرباحه عم ياخو أسعار خيالية، أجور نقل، أجور النقل هي اللي عم بتغلي المواد التموينية أثناء قطع طريق المازوت. بالنسبة للمواد الغذائية اللي نحن عم نعاني من انقطاعها ومن غلائها وقت بينقطع الطريق هي على الأغلب المواد الرئيسية والمواد الغذائية الرئيسية مثل السكر، الرز، حتى مادة الطحين، يعني اللي هي أهم مادة بالحقيقة بالنسبة للمواطن، الطحين اللي لا يمكن إنه نحن المواطن لا يمكن يحسن أن يعيش يوم واحد بدون خبز. وأحيان يعني طريق النظام وقت بينقطع بيؤدي إلى ارتفاع بالأسعار الخضرة، ارتفاع أسعار الخضرة. ونحن هون يعني الحقيقة المناطق المحررة اليوم أهم شيء للمواطن هي الخضرة، لأنه ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير يعني المواطن ما عاد يحسن أنه يعتمد على المواد الغذائية اللي كان يعني يحسن يجيبها بسهولة، اليوم ما بقى نحسن نحصل عليها. فأكثر المواطنين عم يتجهوا باتجاه الخضرة، واليوم الخضرة وقت اللي عم تغلي يعني الحقيقة عم بكون هذا الكلام عبء كبير على المواطن. نحن هون في المناطق المحررة عم نعاني من غلاء وتذبذب في الأسعار المواد الغذائية عامة، منها بتنفقد ومنها ما بتنوجد ومنها كل يوم فيها سعر جديد، والمواطن عم يتحمل أعباء كتير بسبب هالغلاء الموجود وبسبب كمان نقص هاي المواد. في منها مثلا السكر لما انقطع قطع الألف ليرة سعر الكيلو، هلق لما نوجد اعتدل سعره ب400 ولحد الآن غالي يعني قياسا ببقية السلع. وفي عنا الخضار كمان يوميا فيها أسعار جديدة، غلي المازوت ورخص المازوت، وكلها بتعتمد على المازوت بسبب النقل وزيادة أسعار نقل هاي المواد. وفي معاناة ترى في هاي المناطق بكل الأسعار وبكل المواد. في نحن هون المناطق المحررة لها وضع خاص يعني بسبب انقطاع موادها، في مواد بتنقطع لأوقات معينة مو معروف سببها، يمكن احتكارها من البعض، ممكن احتكارها من النظام، لأنه في عنا كثير مواد بتيجي من طرقات النظام لحد الآن، في مواد بتيجي من الطريق المحرر، والطريق المحرر دائما بيكون في مخاطر بيتوقف قدوم هاي البضاعة للمناطق المحررة، بتنقطع وبتنوجد، وإذا انقطعت ورجعت انوجدت هاي المواد بتكون أسعارها مضاعفة.